في البداية أتقدم بالشكر والعرفان والتهنئة القلبية إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله، وإلى جميع حكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة وأولياء العهود والنواب، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين عليها بمناسبة اليوم الوطني 49. بالنسبة إلى جهود الشيخ سلطان ومتابعته الحثيثة في وادي الحلو خاصة وفي جميع مدن ومناطق الإمارة، احنا قلوب نتكلم من اليوم إلى باكر أو لين أسبوع ما نوفي حقه. شخص يعني أكرمنا بعطاياه، يعني يقول أخلي المواطن ما آمن، الشخص ما آمن، فعلا الشخص ما آمن، بيوت شعبية، شوارع، هذا وشو مكانات ترفيهية، حدائق في الأحياء السكنية، مثل وادي الحلو، في من كل جوانب، مدارس، نادي سيدات، نادي طفل، مؤسسات حكومية، من مكتبة عامة، عيادة صحية، ومركز شرطة، وشوارع، أول الشارع الأولي اللي على الأنفاق الأولية وشافوه صعب سوى شارع، هذا الحين الموجود قدام عيونكم، هذا من أسهل الشوارع ومن أنظمها. يعني في أشياء وايدة إحنا ما نقدر نوفي حقه هذا الحاكم، الله يبارك في عمره ويبارك في صحته ويعطيه الصحة والعافية. إحنا ولو بنتكلم من اليوم لين يعني لمد الدهر ما نوفي حقه هذا الحاكم، بس إحنا نقول الله يبارك في عمره ويطوله ويعطيه الصحة والعافية ويبارك في صحته وفي عياله وذريته. أتوجه بالشكر الجزيل لين استثمار الإمارات وعلى تواجدهم وهذا المكان الطيب في وادي الحلو، نشكرهم جزيل الشكر، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم.